هنبدأ مع بعض شابتر 6 الإلاستيستي أو المرونة. In aerial chapters we have assumed that objects remain rigid when external forces acting on them. In reality all objects are deformable. الحقيقة في الشباتر الأولى اتكلمنا على الأجسام بأنها غير قابلة للتشوه، لكن في الحقيقة أن كل الأجسام بتكون قابلة لعملية الديفورميشن أو التشوه. It is possible to change its shape or the size or both of an object by applying external forces. شكل الجسم أو حجمه بيكون قابل للتغير بتطبيق قوة خارجية. As these changes take place, however, internal forces in the object resist the deformation. مع تطبيق هذه القوة بيكون في قوة داخلية في الجسم بتقوم هذا التشوه. Elasticity أو المرونة. إيه تعريف المرونة؟ It is the resistance of solid objects to any changes in its size or shape when external stresses act on it. يبقى هي مقاومة الأجسام الصلبة لأي تغير في حجمها أو شكلها عندما تتعرض لـ external stresses أو إجهادات خارجية مؤثرة. بعض الـ definition associated with deformation أو المرتبطة بعملية التشوه. أول تعريف عندي مهم الاسترس. ما هو الإجهاد؟ تعريف الاسترس: It is the external force acting on the object per unit area. القوة المؤثرة على وحدة المساحة. تعريف الاسترين بصفة عامة أو الإجهاد: Is the result of a stress. بيكون ناتج لي الاسترس. Is a measure of the degree of deformation. بيقيس لي مقدار التشوه الحادث للجسم. Elastic modulus أو معاملات المرونة. بصفة عامة الإلاستيك مودولس in general relates what is done to a solid object to how that object responds. ما يحدث للجسم وكيف يستجيب هذا الجسم. الإلاستيك مودولس equal لستريس divided by لسترين. هناك various types أو أنواع متعددة من لستريس. هناك أنواع متعددة من الإلاستيك مودولس. عندي 3 types. أول واحد اليانجس مودولس أو معامل يانج. Measure the resistance of solid to a change in its length. يبقى بيقيس مقاومة المواد الصلبة للتغير في أطوالها. Shear modulus أو معامل القص. Measure the resistance of motion of the planes within a solid parallel to each other. وده بيقيس لي معامل التغير في الشكل. Bulk modulus أو معامل المرونة الحجمي. Measure the resistance of solid or liquids to changes in their volume. يبقى بيقيس مقدار المقاومة للتغير في الحجم. هنبدأ بيانج مودولس أو معامل المرونة للطول. ما هو التنسايل استرس؟ إجهاد الشد. تعريفه: الإكسترنال فورس أكتن أون ذا أوبجكت بير يونت أريا. بنرمز للإسترس برمز سيجما إيكوال الإف باي إيه. يبقى لو عندي مثال قضيب أثرت عليه قوة مقدارها F، مساحة مقطع القضيب A، بنقول الستريس بيساوي الـ F by الـ A. التنسايل استرين is the ratio of the change in length to the original length. النسبة ما بين التغير في الطول لو استطال القضيب بمقدار دلتا L وكان طوله الأصلي LI. يبقى الانفعال الطول هيساوي دلتا L by LI، أو التغير في الطول مقسوم على الطول الأصلي. يانجز مودولس بنرمز له بالرمز Y، أحيانا في بعض المراجع بيرمز له بالرمز E، هو النسبة ما بين التنسايل استرس للتنسايل استرين، أو الـ F by A على دلتا L على LI. ممكن نكتبه في الصورة دي الـ F dot LI الأوريجينال N سيطلع في البسط، الدلتا L والمساحة تنزل في المقام. وحدة اليانج مودولس هي نفسها وحدة الاسترس نيوتن بير سكوير متر. يبقى وحدة الاسترس نيوتن على المتر تربيع، إنما الاسترين يونتلس ليس له وحدة، لأنه نسبة بين أطوال أو نسبة بين مساحات أو نسبة بين حجوم. هناخد الاسترس استرين كيرف أو منحنى الاسترس استرين. لما رسمنا علاقة ما بين الإجهاد والإنفعال طلع للمنحنى كما هو بالشكل. هندرس جزء جزء. النقطة A من الأوريجين للنقطة A بنقول the stress is linearly proportional to strain. بيكون في تناسب طردي خطي ما بين الاسترس والسترين. من A إلى B the stress is no linearly proportional to strain. بيحيد على التناسب الخطي وبيظل تناسب طردي، لكن بتحيد العلاقة عن الخطية. The deformation until B killed elastic.
التشوه الحادث لغاية النقطة B بيقول تشوه مرن. That means the object return to its original dimension. إن ممكن الجسم يستعيد شكله أو أبعاده الأصلية when the applied force is removed. مع إزالة القوة. يبقى حتى النقطة B يستطيع الجسم إنه يرجع إلى شكله الأصلي أو حجمه الأصلي بعد زوال القوة المؤثرة. After B بعد النقطة B the strain increased rapidly. For small increased in stress. لأقل زيادة في الاسترس بنلاحظ زيادة كبيرة للسترين أو للإنفعال. D is the fracture point. النقطة دي بنسميها نقطة الكسر. From B to D. من النقطة B إلى النقطة D اللي هو الجزء ده. The material undergo plastic deformation. بتخضع للبلاستيك deformation أو التشوه اللادن. ومعنى كلمة بلاستيك إن الجسم لا يستعيد أبعاده بالكامل بعد زوال الإجهاد المؤثر ويظل محتفظ بجزء من التشوه الحادث.